فلازم دايما وابدا يبقى البوصله والنافيجيتور بتاعنا شغال ايه اللي بيدور بره، على اساس ان احنا نقدر نجهز نفسنا لاي حاجه، والحمد لله قدرنا ان احنا نمتصها ونستوعبها في الفتره دي. طبعا بعد الثوره يناير في 2011 عايزين نتكلم طبعا عن الحجم كان شكله عامل ازاي، وكان طبعا ضئيل جدا وانخفاض تصنيف ائتماني وكل الكلام ده كله ادى وعدم استقرار سياسي وامني، كل ده هرب مننا كل المستثمرين، وحاولنا بقدر الامكان نبقي على البقيه اللي هي دخلت اوريدي مصر وكانت كوميتد انها تعمل شويه مشروعات، وده اخذ مننا مجهود طويل جدا الفتره اللي فاتت ان احنا نحاول نبقيه برغم كل المشاكل اللي كانت موجوده. ولكن اي استثمار مش هيقدر يخرج او ان هو مش هيجي هيقعد سنين على ما يجي، وافتكر احنا ايام الازمه الماليه العالميه لما سمح للمستثمرين ان هم يسحبوا اموالهم ويخرجوا كانت بعد 11 شهر يمكن الاموال دي رجعت تاني، فالثقه دي مهمه جدا. وطبعا المستثمر بيضل بالوضع السياسي والامني، اول حاجه بيشوفها في الشارع اول ما بيوصل الوضع الامني والوضع السياسي. طبعا احنا لازم نوصل للنقطه دي ولازم نتكتف كلنا كمجتمع، وانا بقول يمكن بكلم المواطن البسيط يعني اكتر من بتكلم صفوه رجال المال والاعمال، لان احنا معظمكم فاهم الكلام ده، لكن المشكله المواطن البسيط اللي احنا عايزين نكونتريبيوتد معاه يقدر يفهم الحته دي ويقدر يعرف هو كل ما بيساعدنا هيعمل ايه. الاستقرار السياسي ده طبعا احنا ان شاء الله مقبلين عليه كلنا متفائلين الفتره اللي جايه، وبالتالي ده هيشيل من علينا عبء كبير جدا. كل المستثمر بيشتغلوا باي بوك ورقه والقلم، انا رايح بلد مخاطر سياسيه فيها عاليه، لا مش رايح اجلها لبكره بكل البساطه، اهم عملنا ترويج. لكن انا شايف ان الكور الاولاني يحصل استقرار امني وسياسي، ده هتفتح بوابه رهيبه على المستثمرين ان هم يتقدموا. طبعا فتح مجالات مختلفه، لازم نبتدي ننمي المناخ الاستثماري، لازم تبقى الاراضي جاهزه زي ما قالت الدكتوره منى، الشباك الواحد، المستثمر لما يجي يروح فين بدل ما نقعد نلففه كعب داير سنه عشان ياخد موافقه ورقه واحده. طبعا ده البيروقراطيه اللي موجوده في النظام، من رايي البيروقراطيه هتتشال لما التثقيف نفسه يوصل للموظف البسيط ويعرف ان هو بيساهم قد ايه في مستوى معيشته هو الشخصيه، ان الموضوع بيمسه هو اكتر من اي حد تاني. النقطة الثالثة توافر آليات بقى للتخارج من خلال البورصة، كلنا بنعزل يعني بنشوف البورصة والمستثمر الصغير، البورصة أنا شايفها مهمة جدا كوسيلة لأي مستثمر صغير أو كبير إنه يقدر يتخارج، هو محتاج الفلوس عايز يخرج يعرف يخرج، ما يبقاش جاي حاطط فلوس ومشروع وشايف إن هو قاعد فيه طويل الأمد ومش قادر يخرج، مش قادر إن هو يكتسب جزء من العائد على الاستثمار اللي هو عامله. شايف ان دور الدوله كان من الفتره الجايه تبقى مراقب، الدوله يعني ممكن تحط كل الاليات وتحط كل السبل والطرق، لكن عايزه يعني تتحول دورها لمراقب، انا جبت مستثمر اديته الارض ايا كانت رفقتها له، انا اراقب اداء، شغل الناس فعلا ولا لا، عمل المشروع ولا لا، التزم بالجدول الزمني ولا لا، ايه التداعيات الايجابيه اللي حققها في الاقتصاد المصري. ارجع هنا تاني اللي بتاخدنا نقطه تانيه مهمه جدا، احنا طيب الاستثمار ده لو تدفق الفتره اللي جايه وخلصت النوايا وقدرنا ان احنا نحقق، اعتقد ان الجهاز المصرفي مش عايز اعيد وازيد في الحته دي تاني، لان احنا الحمد لله يعني دور البنوك كان واضح خلال الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت، النهارده الحمد لله السيوله موجوده في البنوك زي ما تفضل الاستاذ جمال نجم صباحا قال في مشاكل دول ما عندهاش سيوله تقرض حتى لو حصل نمو، مستثمر لما بيجي مش هيحط كله راس مال، عايز يقترض جزء من البنوك، اعتقد البنوك النهارده جاهزه ان هي تحط اي هيكل تمويلي، اي هيكل تمويلي، وانا يعني الحمد لله يمكن السنين اللي فاتت دي شفنا فيها كثير جدا من المشروعات، يمكن انا حاولت احصرها من كتر الفتره اللي فاتت، يعني يمكن في البنك اللي بشرف بالانتماء اليه يمكن في خمس سنين وصلنا ل 36 مليار تكلفة استثمارية المشروعات، كانت الناس تقول يعني ده امتى ده كل ده حصل؟ لا فعلا ده حصل، واكثر من 18 مليار دولار تكلفة استثمارية، يبقى اذا البنوك موجودة، هي الفكرة كلها ان المستثمر يجي يحس ان في جهاز مصرفي قوي، ويمكن ده اتعمل نتيجة مشاركة كل البنوك مع بعضها والاصلاح اللي كان تم، قدرنا بيها ان احنا نوري المستثمر فعلا احنا عندنا جهاز مصرفي قوي، كان بيجيب البنوك بتاعته معاه، البنوك بتاعته مش عايز تيجي مصر. كل واحد يقول لك انا انمي جوه بلدي، فلما بيلاقي جهاز مصرفي قوي بيتشجع، هحط قرش هاخد قصاده قرشين، وبالتالي عندي جهاز يقدر يفهمني ويقدر يفهم النو هاو بتاعه الصناعه، ويمكن لما تدرجت ليها اسرع كمان لقيتها ان هي متنوعه، ما كانش زي ما قال الاستاذ محمد ان احنا عندنا اقتصاد متنوع، احنا اشتغلنا في السياحه وفي الاستثمار وفي المواصلات وفي مواد البناء وفي البترول وفي الغاز وفي وسائل النقل وفي البتروكيماويات وفي الكهرباء، كل حاجه. فاذا احنا عندنا النهارده كجهاز مصرفي جاهز من السيوله ومن التكنيكاليتيز او النو هاو، مش هروح نجيب ادفايزرز من بره ولا ناس نستشير انه لا ازاي نعمل المشروع ده، الحمد لله النقطه دي يعني احنا على يقين منها 100% مش 99 كمان 100%. ده بياخدنا للمشروعات التريبل بي، واحنا محتاجين بيئه تحتيه جامده جدا عشان نقدر نوسع في الاستثمار، شبكه الطرق لازم يحصل فيها تطوير سريع، المواني
المطارات، كل دي وسائل استقبال للمستثمر، عايز مواني يعرف يطلع ويدخل بضائعه، وعايز مطار يقدر يمانوفر من خلاله، كل الكلام ده كله لازم بنية تحتية من كهرباء من كل شيء. طيب دي حاجات عايزة استثمارات طويلة شوية. النهاردة لما انشئت وحدة الشراكة في التريبل بي او المشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، لغاية دلوقتي ما اتفعلتش برغم ان البنوك كانت جاهزة انها تحط اي هيكل تمويل. هي الفكرة كلها السلعة اللي هتنتج دي هتتباع بأنه سعر وأنه قانون يحمي الكلام ده، كان بعيد عن دور البنوك خالص. فاحنا نتمنى الفترة اللي جاية ان القانون ده يبتدي يتفعل فعلا، والبنوك جاهزة ان هي تحط فلوس في مشروعات التريبل بي. مش عايز اتكلم على التسويق بقى العالمي لينا، احنا زي ما قال محمد مش بنعرف نسوق نفسنا كويس، لكن ده واجبنا الفتره اللي جايه. كل من له صله بمجتمع المال والاعمال لازم نسوق بلدنا كويس جدا، لان فيها كل المقومات، ما فيش حاجه مش ناقصانا. لازم التنوع لازم نظهره، الموارد البشريه والعماله لازم التدريب يتم. البنوك ما تصلحتش مش مجرد بس يعني اعاده هيكله فيها، اتصلحت بالتدريب. ميزانيات البنوك لو حضراتكم تشوفوا كانت التدريب يتصرف عليه كام والنهارده بيتصرف عليه كام، يعني فارق رهيب جدا. التدريب ده مهم قوي لاثقال العامل، زي اللي بفتكر زمان كان احسن عامل موجود في مصر هو العامل في العالم هو العامل المصري. كانت مدرسه الدون بوسكو زمان تطلع احسن عمال، وكانوا ياخدوهم في ايطاليا وياخدوهم في المانيا وياخدوهم في كل حته، كان العامل المصري يجي يدور عليه. انا عشت في اسكندريه سنين عمر طويله جدا، كانت مدرسه الدون بوسكو دي اللي يخشها ده يعني نمره واحد، كانت مرسيدس ودايملر وبي ام يجي ياخدوا العامل المصري، احسن خراط كان في الدون بوسكو. احنا فين من العامل الماهر النهارده الفن؟ كل رجال الاعمال بيشتكوا من احنا عندنا، او الشعب كله بيشتكي من البطاله ورجال الاعمال بيشتكوا، فين العامل الفني الماهر الكويس؟ فكل ما كنا هننفست في العمال في تنميه مهاراتهم واثقالها، ده هيعود علينا بعائد كبير جدا وهيخلق انتاج يباع بقى، يبقى متنوع وجاذب. الخلاصة إذا أحسننا العمل في كل النقاط اللي اتكلمنا عليها، وأعتقد أنها متنوعة ومتشعبة زي ما قلت، تاخد مننا أيام وسنين نتكلم فيها. خلصت النوايا، ودي أهم نقطة نحط تحتها من خالص، خلصت النوايا لتطبيقها، لازم يكون في نية خالصة أن احنا نطبقها، زي كده الواحد ينوي يعمل شيء يبقى النية من القلب. هنرى الاقتصاد ده هينمو بمعدلات متسارعة جدا فوق ما كل يتخيله أي بشر، لأنه اقتصاد كبير وهيبقى أكبر. هتصبح مصر دولة غنية، دولة قادرة، دولة جاذبة، دولة متطورة، والتطور ده مهم جدا، ان احنا النهارده اي حاجة بتتطور في العالم احنا بنقف عندها شوية لغاية ما نستوعبها، لا احنا عايزين نواكب الموجة دي ما نقفش مستنيين عشان نفهم. هنبقى من اكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، احنا مش اقل من كوريا ولا اقل من جنوب افريقيا ولا اقل من البرازيل، اللي الواحد بيروح يشوف الاماكن دي بيحزن ان احنا مش اقل منهم، ولكن اعتقد يعني اخلاص النوايا دي كانت مهمة جدا. الدولة هتسترد مكانتها بسرعة، وهتسترد مكانتها من قوتها الاقتصاديه مش من اي حاجه تانية. الدول بتحترم بقوتها الاقتصاديه بعقول ابنائها المتطوره، لان العقول دي مهمه قوي ازاي ان احنا نبتدي نستغلها. ونسال الله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، وزي ما بيقولوا بالعمل وحده بتحيا الامم. يعني الف شكر. الدعوه للعمل الجاد والتوفيق ما بين المهارات واحتياجات سوق العمل، واللي عنده شغل يتقنه ما يعطلهوش، ما يحاولش يقول ان دي مبررات بيروقراطيه او طلبات معينه، ولكن نحمد ربنا ان عندنا شغل وقادرين نشتغل، ونحاول نسهل على اخرين ان هم يوجدوا فرص عمل لنفسهم. موقفنا افضل من دول ناميه تانيه كتيره جدا. الدول التانيه ما زال عندها بعض الاستثمارات الاجنبيه قد تكون مهدده بالانسحاب منها. يعني هي ميزه ان احنا كل الاستثمارات الاجنبيه خرجت خلاص من مصر. فالاتجاه الوحيد اللي موجود هو اتجاه العودة إلى مصر مرة أخرى، فاحنا مش مهددين في ميزان المدفوعات بتاعنا إن أي استثمارات تخرج لأن كلها خرجت. فالاتجاه الوحيد هو إيجابي بعودتها مرة أخرى لمصر بالعمل، جاهدة للعمل الجاد، وبتحاول تتخير الأفضل من عناصرها لقيادة هذه المرحلة بإذن الله. استاذ حسن عبد الجليل نائب وزير المعارف، بس هي حاجه لو تقدر تضيف لاي حاجه. لا لا شطروا بينا واحد Yeah.
جدا في الفترة اللي جاية. اللي كان مقوم البلد دي قبل كده كان بيقول له نهارك سعيد، صباح الخير، ازاي الصحة، مش الكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي. وللأسف احنا اللي ساعدنا على ان هذا الكلام ينتشر، وانتشار الكلام مش هو بس منظومة كلام، لا هو بيأثر كمان في أخلاق الناس، وبالتالي بيأثر في شغلهم. حضرتك احنا بنتكلم على بطالة مش عارف كام في المية، لا انا اسف 14% ولا كام، لا لا لا، البطالة عندنا مش في اللي مش لاقيين شغل، البطالة كمان في اللي قاعدين جوه المكاتب ما بيشتغلوش، ده حجم مش طبيعي. عندنا منظومة فكرية لازم تتغير. زي ما الدكتورة قالت، التشريعات عندنا يعني انا بعتقد يعني اللي بيكتبوا التشريعات والقوانين دي بيعملوها علشان ان في محامين هيطلعوا علشان يكسبوا من وراء القضايا اللي تيجي من وراء التشريعات، حاجات معقدة وحاجات متداخلة وحاجات متضاربة، كل ده كلام سهل ان هو يتغير. احنا يعني بتملي عندنا بنحب نخترع العجلة من اول جديد. قوانين موجودة في كل حتة، طب ما ناخد القانون اللي موجود في المناطق الدول اوروبا والدول المتقدمه ونشوف ايه اللي نقدر نعمله فيه. نو نيد ابدا ان احنا نعيد الاختراع العجله من اول وجديد. انا مش هطول عليكم، احنا لو عندنا ثقه في نفسنا الكلام اللي احنا سمعناه ده كله ممكن يتعمل. وبقول لكم يعني اللي فيكم بيقرا جرايد اجنبيه ما تبصوش على العناوين، بصوا جوه هم بيقولوا ايه. هتجد ان المستثمرين الفرنساويين مثلا النهارده كانوا قاعدين مستنيين وحاطين تصريحات في الجرايد، احنا قاعدين مستنيين نشوف هيعملوا ايه واحنا راجعين. زي ما هشام بيقول، احنا دلوقتي الباب ما بيطلعش، الباب بيدخل بس. فالبركه فيكم بقى يعني ان انتوا ايه تغيروا منظومه الاخلاق كلكم. انا شايف شباب لسه صغيرين، فيعني نأمل ان احنا ايه معاكم كده الدنيا تتحسن. شكرا. كده لو كان المؤتمر ده بيتم من 3 أسابيع او شهر، بتهيالي كان هيبقى الرسائل اللي احنا بنبعتها او بنقولها ممكن تكون مختلفة. لكن النهارده احنا بنتكلم، وخلال الايام البسيطة بس اللي فاتت في عدد من الاخبار المبشرة جدا اللي ابتدت تظهر. وانا بقول فعلا الايام البسيطة، لان قبل كده كنا بنقول ان في احداث متسارعة في مصر فكل يوم ويومين بيبقى في خبر، دلوقتي احنا بقينا بنقول ان كل ساعة بقى في خبر جديد، وكل ما بنبتدي نبص على خبر ونحلله نلاقي في خبر تاني افضل نزل. فاحنا خلال بس الفترة اللي فاتت كده كان في بنتكلم على مؤسسة فيتش الدولية دلوقتي بتقول ان التقييم الائتماني لمصر عند اوطى نقطة، فمعنى كده ان اي حركة بعد كده في التأمين في التقييم الائتماني متوقعين انها تبقى حركة ايجابية وتقييم افضل من التقييم الحالي. بنتكلم على دول ومستثمرين خليجيين بيحطوا باقة تقدر ب 20 مليار دولار استثمارات في مصر. بنبص في الجرايد بنلاقي في مستثمرين مصريين بيعلنوا عن مشاريع تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات. وبنتكلم كمان عن شركات بتعلن عن أخبار استحواذات، وبتكلم عن شركات تعيد تقييدها في البورصة. كل دي حركة إيجابية. النهارده بس الصبح بعد ما خلاص انا فكرت ايه هي الاخبار اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت، لقيت النهارده في الصبح خبر جديد ان مؤسسه مورجان ستانلي بعد ما كان في اخبار ان مصر هتخرج من مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئه، لكن قالك مع التطورات اللي حصلت في مصر مع استقرار الاحتياطي النقدي لمصر كل الكلام ده او كل الافكار دي اتلغت وستبقى مصر في المؤشر. كل دي رسائل الحقيقة إيجابية جدا، وأنا مش هطول أنا عشان مدرك الوقت القصير، بس أنا عايز أتكلم على نقطتين بعد هذه المقدمة. النقطة الأولى هي عن خاصة بنقل الصورة الحقيقية. أنا هنا بتكلم مش بصفتي بنك
يعمل في السوق المصرفي المصري فقط، لكن أنا بتكلم بالنيابة عن باركليز أو مجموعة باركليز العالمية، وباركليز مستثمر في مصر زيه وزي أي مستثمر تاني. أما إحنا بنتكلم على الفورين دايركت انفستمنت أو الاستثمارات الخارجية، مؤسسة باركليز مستثمرة في مصر عن طريق بنك باركليز مصر اللي هي شركة مساهمة مصرية. الحقيقة إن في أوقات كتير المستثمر بتاعنا أو الإدارة العليا والمساهمين في بنك باركليز مصدر الأخبار بتاعهم زي أي حد قاعد خارج مصر بيكون عن طريق وكالات الأنباء الخارجية، وفي أوقات كتير بنلاقي مصر بتتصدر الأخبار ونلاقي خبر على شاشات التلفزيون وعلى صفحات الجرائد وفي الإنترنت. اللي احنا تعلمناه خلال السنوات اللي فاتت دي إن أول ما بينزل الخبر عن مصر لازم احنا يحصل نوع من الاتصال سواء عن طريق مكالمات تليفونية او عن طريق ان بنبعت ايميل نوضح الصورة الواقعية للي بيحصل في مصر، لان ساعات كتير الاخبار بتكون بتغطي حدث معين او بتغطي منطقة معينة او رقعة معينة من البلاد، لكن بيكون مش بص على كل البلد، بتبص على منطقة ملتهبة قد يكون فيها 50 شخص 100 شخص وما بتبصش على كل احداث البلد. والمثال الكلاسيكي في هذه الحاله هي لما كان بيكون في بعض التظاهرات في التحرير، فنلاقي الكاميرات مركزه على تظاهرات في التحرير، احنا مكاتبنا تبعد 100 متر عن ميدان التحرير، فاحنا في قلب الاحداث، ونلاقي الوقت اللي التظاهرات دي بتتم بنلاقي عندنا عملاء وزيارات خارجيه وناس موجوده من دول تانية عندنا في مكاتبنا، بنعمل مشاورات، بنتم صفقات، كل ده بيتم وشاشات التلفزيون مركزة على الناحية التانية. فهو دي الصورة اللي احنا بننقلها للناس برا، ان الحياة تستمر في مصر. كان في قبل كده مقولة قالك ان المصريين بس اما بيقوموا من يوم يفطروا ويتغدوا ويتعشوا ده بيؤدي لنمو اقتصادي في مصر بسبب وجود الاستهلاك، القوة الاستهلاكية والشرائية اللي موجودة في البلد. فالنقطة الأولانية اللي أنا أحب أركز عليها إن ده دورنا كلنا، كل واحد مننا في موقعه، إن هو ينقل الصورة الحقيقية للواقع المصري وللأحداث على أرض الواقع، وليس ما لا تداوله القنوات الإخبارية سواء العالمية أو المحلية، لأنها ممكن تكون بتغطي جانب معين وليس جميع الجوانب، فإحنا بنغطيها وبنرسل هذه الرسالة سواء للبنوك اللي بنتعامل معاهم، سواء للمستثمرين اللي هم بيفكروا في الاستثمار في مصر، أو سواء في المساهمين في مجموعتنا. النقطة الثانية اللي أنا برضو أحب أتكلم عليها هي خاصة بدعم وتمويل الاستثمارات. إحنا هنا بنركز على الاستثمارات الخارجية وبنقول من ضمن هذه الاستثمارات فكرة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص التريبل بي البابليك برايفت بارتنرشيب. في محاولات سابقة كثيرة تمت أحداها نجح، المحاولات التانية لسه في مرحلة المحاولات، لكن احنا بنحب اننا نقول ان 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 اننا بنحاول نستفيد من خبرتنا اللي اتعلمناها واللي استفدناها من وجود مجموعه ام لينا ووجود لينا في عده دول، اننا نحاول نشوف ايه الافكار الجديده اللي لنا نقدمها للسوق المصري. من ضمن الافكار اللي احنا ابتدينا نعمل عليها بعض التجارب واننا نختبرها، وانا حاسس ان دي فرصه كويسه اننا نتكلم عن 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 هذا المنتج، اللي هو فكره هيئات دعم الصادرات الاكسبورت كريديت ايجنسيز. الاكسبورت كريديت ايجنسيز دي هيئات دوليه مملوكه لحكومات خارجيه، وهدف هذه الهيئات هو ان هو يدعم صادرات دوله. فكل الدول اللي احنا بنستورد منها خطوط الانتاج ومواد الخام والمعدات والالات اغلبها الدول الصناعيه الكبرى بيكون عندها اكسبورت كريديت ايجنسيز، هدفه ان هو يدعم صادرات دوله، وفي نفس الوقت عشان يقدر يحقق هذا الهدف فهو بيكون بيبص على مستثمرين وصناع في دول زي مصر بيعملوا خطوط إنتاج جديدة، بيعملوا مصنع جديد، بيقدموا خدمة جديدة، ويبتدي يشوف هو هيستوردوا إيه من الدول بتاعتهم، ويبتدوا يوفروا خطوط ائتمانية وتسهيلات لهؤلاء المستثمرين. فالنهاردة ما بنتكلمش إن البنوك المحلية أو المصرية فقط هي القادرة على تمويل الاستثمار، إحنا بنحاول نوجد يد أخرى
أو أداة أخرى لتمويل الاستثمارات دي عن طريق الدول اللي احنا بنستورد منها خطوط الإنتاج. الدول دي تحتاج إنها تصدر خطوط إنتاجها، تحتاج إنها تبقى عندها عمالة قائمة وعمالة دي شغالة، احنا اللي بنشغل العمالة دي في الدول التانية. فمن حقنا من حقنا ان نستفيد بالمنظومة اللي موجودة لتشجيع العمالة في الدول التانية، وفي نفس الوقت تمويل مشروعاتنا هنا في مصر. المشروعات ده هي او هذا الاسلوب من تمويل المشروعات ليه مميزات كتيرة. تم في مصر في عدد معدود جدا لا يتعدى اصابع اليد الواحدة في المشروعات، وعادة دي لازم تكون مشروعات كبيرة، لكن لقينا ان استخدام هذا الاسلوب بيؤدي اننا نقدر نوصل لتكلفة استثمارية او فوائد اقل بكثير على المشروع في الوقت السي. يعني لو انا عايز ادي مثال رقمي، لو المشروع ده هيتكلف وقروضه دي هتبقى بتكلف 6%، لقينا اننا ممكن عن طريق الاستفادة من هيئة دعم الصادرات نخلي التكلفة دي تنزل ل 4 أو 5%، والواحد او 2% ده لا حد يستقل به، لان هو برغم ان هو يبان ان هو مبلغ صغير لكن هو بيمثل ربع او تلت التكلفة التمويلية للمشروع. في نفس الوقت لقينا اننا بنقدر نوصل لاماد عالية في التمويل. ما يعني لو احنا بنتكلم على المشروعات ممكن السوق المحلية يستوعبها لمدة 10 سنين، احنا ممكن نوصل ل 15 و20 سنة. لقينا اننا نقدر نحط كمان اساليب جديدة في التمويل. لو المشروع ده معتمد على البترول مثلا الخام كمادة من المواد الداخلة فيه، انا ممكن اربط سعر الفايدة بسعر العالمي للبترول، فانا بوفر ميزة تنافسية للمشروع ده، ان لو الاسعار نزلت تكلفة التمويلية هتقل، لو الاسعار زادت والمشروع بقى بيحقق ارباح اكثر تكلفة التمويلية هتزيد حاجة بسيطة. والنقطة الاخيرة ان كمان هذا النوع من التمويل لا يضع اي عبء على الجهاز المصرفي المصري، فالمشروع اللي بيقدر يوفر هذا النوع من التمويل يقدر يستفيد كمان الى جانب ذلك من التمويل من البنوك المصرية بدون ان يؤثر هذا على الحد الائتماني المتوفر ليه في البنوك المصرية. فيمكن دي فكرة احنا بنتكلم فيها النهاردة في المؤتمر، واحنا بتاعنا كمان نتكلم مع البنوك العاملة في السوق المصري، وبنتكلم مع المستثمرين انها ممكن نستغلها كجزء من مشاركة ودعم الاستثمارات في السوق المصري. فاحنا الحقيقة لينا نظرة مستقبلية متفائلة جدا في الاقتصاد المصري، بتكلم من ناحية اننا كبنك وكمؤسسة مصرفية عاملة في السوق المصري، وبتكلم من ناحية ان احنا مستثمرين في هذا السوق وبنبص على الاقتصاد، بنبص على العائد على الاستثمار بتاعنا. والحقيقة في الفترة اللي فاتت احنا متفائلين جدا ونرى انها سوق واعدة جدا جدا جدا. شكرا. احنا نرجع لعنوان الموضوع. عنوان الموضوع احد عناوينه او الجمل اللي فيها اللي هي المشروعات الكبرى. احنا اتكلمنا استاذ محمد عباس اشار الى الشراكه للقطاع العام والخاص، استاذ شادي نفس الموضوع، وده افتكر يتطلب العديد من التشريعات والمتطلبات القانونيه، لا سيما ان هي مرتبطه بقاعده التمويل العميل الواحد من الجهاز المصرفي، مرتبطه بدخول وخروج المستثمرين من السوق، مرتبطه باسلوب تحصيل او تسعير الخدمه التي ستقدم ومصادر تمويلها. ولو بصينا ان عندنا محور قناه السويس او ممر التنميه، دي هتبقى مشاريع كبرى. بقيه الاسواق والمناطق الصناعيه والاستثمارات الطبيعيه اللي عندنا، ده نشاط طبيعي بنقوم به على مدار السنين، والحمد لله التشريعات بتتطور تدريجيا وبنعمل عليها مرحليا. ولكن كنت عايز اسمع برضو راي استاذه منى بعد اذن حضرتك بالنسبه لمشروعات الشراكه العامه الخاصه، خاصه ايه التحديات وازاي نقدر نطلع من هذه المشكله في تمويل مثل هذه المشاريع او ايجادها من خلال الحكومه. احنا عندنا نظام قانوني الحمد لله فيما يتعلق بمشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص موجود، القانون موجود، انما كان التحدي الاكبر هو قيام البنوك المصرية او البنوك العاملة في مصر في تمويل هذه المشروعات. المشروعات دي بحكم طبيعتها بتحتاج لاجل طويل،
بحكم طبيعة هذا المشروع إنه بيحصل مشاركة مثلا بين بتقوم شركة مشروع، هذه الشركة ممكن تبقى 50% مصريين في الأغلب بتبقى، و 50% شريك أجنبي عنده التكنولوجيا أو عنده المعدات. نتصور مثلا إنهم هيبنوا محطة طاقة شمسية، احنا بنتمنى ان كل محطات الطاقة الجديدة تبقى طاقة شمسية، فيبقى شركة المشروع اللي جاية دي هتحط استثمارات ضخمة جدا في مصر، فالاستثمارات الضخمة دي بتبقى محتاجة اولا تمويل من البنوك على اجل طويل وبسعر يتناسب مع ضخامة هذا المشروع والمدة اللي بيستعين فيها. ثانيا بتمضي مع الحكومة المصرية، مفروض بقى تمضي مع الحكومة المصرية العقد عشان تبني هذه المحطة وتورد للحكومة المصرية الطاقة بسعر متفق عليه يسمح لها على أجل طويل أنها تسترد عائد مناسب على استثمارها الضخم ده، وتبتدي هي كمان تسدد ديونها وتشتغل، وإلا هم جايين يستثمروا في بلدنا ليه؟ لازم يبقوا قادرين يبقى عندهم عائد مناسب على هذا الاستثمار، على الأقل احنا هنوفر لهم، لو وفرنا لهم الشمس ببلاش دي في حد ذاتها وعمالة مدربة وكفاءة في التعامل مع المؤسسات الحكومية هنبقى ادينا لهم، ثم كفاءة المؤسسات المالية المصرية في تقديم التمويل ده هيبقى أظن إنه هيبقى يعني مجموعة من العناصر اللي تسمح بإنه. إيه التحديات؟ التحديات كانت في المشروع المشاركة الوحيد اللي نجحنا في إننا ننفذه مع البنوك المصرية، كانت أهم تحدي أولاً إنه يبقى فيه نوع من التناسب بين مدة التمويل المطلوبة ومدة التمويل البنوك بتحصل عليها من البنك المركزي أو من المودعين. إحنا عندنا أقل حاجة في المشروعات دي بيبقى 15 سنة. ثانياً التحدي الثاني هو إنه المؤسسات الحكومية اللي مفروض هتشتري هذه الطاقة على المدى الطويل ده والتزاماتها بتبقى البنوك دايماً تبقى محتاجة لضمان على هذا الدين الضخم جداً والالتزامات اللي هي هتديها لهذا المشروع، في قصة الضمان لغاية لما المحطات دي على الأقل المحطات دي تتبني المحطة وتبتدي تجيب عائد. طب ماذا يحدث؟ احنا ما نقدرش اننا نجازف بسلامة ومتانة القطاع المصرفي في مصر، ولازم اقول انه دايما بيديني امل كبير جدا اذا احنا عرفنا نصلح القطاع المصرفي، واحنا نجحنا بشهادة العالم كله انه القطاع المصرفي المصري أصبح قوي ومتين نتيجة لخطة الإصلاح اللي تمت بحكم الصدفة قبل الأزمة المالية بتاعة 2008. لو ما كناش إحنا عملنا ده ونجحنا فيه بعقول وإدارة مصرية خالص وإرادة يعني ما غير قابلة للاهتزاز، لو ما كناش نجحنا كان جرالنا إيه؟ لكن من ناحية تانية بنقول إن نجحنا في إصلاح هذه المؤسسة يعني إننا نقدر نصلح أي مؤسسة تانية إذا توفرت الإرادة وخبرات وعقول المصريين وثقافة الاستغناء اللي هي كنا دايماً بنقول عليها كده في مجلس البنك المركزي، إدارة واعية وإرادة حديدية وثقافة الاستغناء إننا نصلح ونصلح بلا خوف ولا تردد، فاحنا نقدر نصلح، فعندنا جهاز كفء جدا نشيل المعوقات امامه عشان يقدر يمول هذه المشروعات. وانا اعتقد انه لو اتحط برنامج واعي على انا على ثقه انه بمجرد ما تبتدي العجله تدور انه البنك المركزي هييسر قيام البنوك المصريه بتمويل هذه المشروعات وبازاله العراقيل امامها، سواء من حيث الضمان في خلال مرحلة بناء المشروع أو مدة التمويل أو تكلفة التمويل، بحيث أنه نبقى قادرين على تمويل هذه المشروعات. يظل أنه المؤسسات الحكومية اللي هتطرح وتجيب وترسي هذه المشروعات لازم هي أخرى تمر بنفس الإصلاح الثوري اللي حصل في قطاع البنوك يحصل في هذه المؤسسات، بحيث ما نقعدش ننتظر سنوات، لا نبقى قادرين على القفز
من أجل أننا نشوف هذه المشاريع كلها شغالة في وقت واحد. عندي أمل، إحنا عندنا نموذج واحد ناجح، عايزين هذا النموذج يبقى بادرة تشجيع لمؤسسات الدولة أنها تشتغل بقى على محطات الكهرباء والطاقة الشمسية والهوائية، والبنوك جاهزة تمول، وأعتقد البنك المركزي هيسر كل التيسيرات المطلوبة للبنوك أنها تمول هذه المشروع. وافتكر برضو ده محتاج إلى تنشيط سوق المال، يعني مثل هذه المشاريع الخاصة بالبنية الأساسية بتحتاج في كل دول العالم بيصدر لها سندات طويلة الأجل 20 سنة، وهذه السندات يتم بيعها في السوق الثانوي ولها ساعة، فدي مرحلة أخرى لازم نبتدي نبص وندرس فيها.